البنية التي تنخر وتعمل على كل المستويات هي بنية الإخضاع، طبعاً يسمونها الطاعة. لا يذهبن بكم أيها الإخوة هذا الخداع إلى حيث يريد، لا يضللنكم هذا الخداع عن حقيقة الأمور. انتبهوا، يسمون السيء باسم حسن، بعنوان حسن. أحب أن أقول أولاً، الطاعة في كتاب الله ليست هي الخضوع بأي حال من الأحوال ولا في السنة. الطاعة في الكتاب والسنة والسيرة، وسيرة المهتدين القادة الأبرار من أصحاب رسول الله، تعادل الانتخاب الحر. ما أريده أنا، ما أوافق عليه. ولذلك المادة طوع، الاسم طاعة والمصدر إطاعة، من طاعة له وطاعة معه وطاوعه. إذا رضي بالإصحاب والإنقياد فطوعت له نفسه. فمن تطوع خيرا، ما معنى تطوع يا أخي؟ كل من طوع، من تطوع ألزم نفسه شيئا ليس لازما بالأصل، لكن هو تبرع بهذا، هذا تطوع. كيف نفهم الطاعة لأنها إخضاع؟ وبدك تدندن راسك وتنعم وتقول نعم نعم وأنت غير مقتنع، وهذا طاعة؟ هذا ليس طاعة، هذا إخضاع، هذا قهر، هذا استلاب أيها الإخوة، وسلب ونفي لفردية الإنسان وشخصيته وحقيقته وكيانه، ينتهي به إلى واحد، إلى رقم من أرقام أيها الإخوة، إلى عضو في القطيع هم أحسن ما يتهيأ للمستبد الظالم. هؤلاء، أمثال هؤلاء ممتازون جدا. لذلك انتبهوا، البداية ليست من الظالم ومن جهاز الاستخبارات وجهاز الشرطة وعشرات الأجهزة، مستحيل أن نحفظها أبدا، منك أنت، مني أنا، منك أنت، من الأب والأم، البداية الرئيسة من البيت، من يربي أولاده على نموذج الإخضاع ويسميه طاعة. انتبهوا حتى لا نضل، هذا الذي، هذا أكبر خدام المستبدين والله العظيم، هذا الذي يرسي دعائم الطغيان في بلادنا، هو هذا. حتى وإن كان شيخا وعالما ويحفظ كتاب الله بالقراءات الأربع عشرة، هذا أكبر عون للمستبد، يهيئ له المادة الصالحة، يهيئ له الركوبة لكي يركبنا. انتبهوا، حمير السلطان ونعال السلطان هم هؤلاء المساكين يا حرام. وعلى فكرة السلطان لا يؤمن، كما قال محمد عبده مرة في محمد علي باشا الكبير تقريبا، قال هذا الرجل لا يحب أي ضمير بارز ولا مستتر إلا ضمير الأنا، أنا هو فقط. ليس محمد علي، كل المستبدين عبر العصور لا يؤمنون إلا بأنفسهم، توجد أنا واحدة، يوجد فرد واحد هو، الآخرون دائما مجموعات قطعان، يوجد النساء ويوجد الرجال، يوجد الحرفيون، يوجد المثقفون، المشائخ، العلماء، هكذا بالمجموع. ويغضب جدا جدا المستبد أيا كان في الشرق أو الغرب إذا برز أي ضمير أيها الإخوة، إذا برز ضمير حتى على مستوى لاعب كرة يغضب، هذا يغيظه. لا يريد أن يبرز لاعب كرة، لماذا يبرز لاعب كرة؟ لاعبو كرة أهلا وسهلا، لاعبو كرة، فريق، الفريق الوطني لكرة القدم، لكن لاعب منهم ويهتف له الجماهير وباسمه يغيظه جدا جدا، يدبر له تدبيره يدهوره، لاعب كرة لا علاقة له بالسياسة. هكذا هم، هكذا هم، ونحن نعطيهم هذا، نحن نعطيهم هذا، بدءا من التربية البيتية الأسرية، تربية الاستلاب والقهر والإخضاع والذل أيها الإخوة. هذا يفسر لنا كما قلت لكم أشياء لا تخطر على بالكم. يعني مثلا، لماذا لا يحترم بعضنا بعضا؟ أنا أقول لكم باختصار، نحن العرب غير محترمين، أنا عربي وهذا يؤذيني جدا ويجرحني، غير محترمين، نحن لا نحترم بعضنا. أنا أقول لكم، إذا وجدتم شخصا يحترم الآخرين، هذا الاحترام إما أن يكون ذلا أو تذللا أو انتهازية أو ملقا أو خوفا عبوديا. إذا كان الذي يؤدى له بقص الاحترام شخص متسلط في أجهزة تنفيذية في الدولة في بلادنا، فهذا ليس احتراما، هذا ذل يبلغ حد العبودية، يمكن له أن يلحس أكرمكم الله وأكرمكم حذاءه نعله، عادي جدا طبعا. والمستبد يرى دائما، صاحب السلطة الغاشم يرى أن الناس أقل من نعله. أحد المستبدين هنا في أوروبا قيل له لعبة، هذه لعبة التمثيلية بسموها، لعبة يلعبون عليهم الناس في المجلس، المجلس التشريعي، اختلفوا الحزب الفلاني اختلف عن الحزب العلاني، قال سأرسل لهم إحدى فردتي الحذاء
لكي ترجح جانبا منهم. هم لا يسوون حذاء. نفس المنطق على فكرة في الشرق في الغرب، ما في نفس المنطق. حين يعطى فرصة الإنسان هذا أن يتغول وأن يتأله وهو لا يسوغ له ذلك، هو كتلة من العقد والفراغات والخواءات، لا يستطيع أن يلعب دور إله، يلعب دور حيوان كما قلت لكم. انتبهوا، إياكم أن تظنوا أن المستبد يمكن أن يصبح إلها مصغرا، يصبح حيوانا كبيرا. أفلاطون فهم هذا بذكاء عجيب جدا، لا يصبح إلها شائعا، يصبح حيوانا فائقا، سوبر حيوان. حيوان هو سوبر إيه في الحيوانية، انتبهوا، وليس في فوق الحيوانية، في الحيوانية نزولا وليس في التعالي عليها نحو الإنسانية. هذا هو. كيف نحن غير محترمين؟ كيف؟ وإذا وجدت، جزاك الله خير، إذا وجدت الذي يحترم شخصا عاديا ليس مستبدا، ليس ذا حول سلطان، فاعلم أن هذا الاحترام له انتهازية. نريد أن ننتهز شيئا منه، ماله، علمه، ربما حيثيته، أن نتخذه واسطة لدى واحد متسلط متنفذ إلى آخره. أنا وجدت للأسف وجدت حتى ممن ينتمون إلى شخصي الضعيف ويدعون أنهم من تلاميذي، وهذا حصل أكثر من مرة وغاضني وأحزنني، ليس لأجلي، لأجلهم هم. أجد أنهم يحتجون، الشيخ أفتانا بهذا. لا والله العظيم لا أفتيت ولا يمكن أن أفتي بهذا. فتاوى تستحل ما حرم الله، فتاوى فيها أكل لحقوق الناس، الشيخ أفتى بهذا، كذبوا وأثموا والعياذ بالله، والله ما أفتيت. أي يستغلون، ولذلك قربهم مني ويدعون أنهم قرباء أو أقرباء من الشيخ ويتلمذون له من أجل أن يتكلموا باسمه وأن يبرروا سخافاتهم ونذالاتهم. شيء غريب يا إخواني، هذا مسلك غير محترم. كيف يمكن الإنسان أن يسلك هذا السلوك؟